تصور النظرة الأمريكية لمصر إن من مصلحة أمريكا أن يكون لها علاقات سوية كقوة عظمى في منطقة، كقوة تضع المثال لما صرف النظر بقى عن إطار كامب ديفيد أو غير إطار كامب ديفيد. المعونات دي يجب أن ينظر إليها على أنها مرحلية، ما فيش حاجة اسمها معونات أبدية. المعونات يجب أن تكون مرحلية في فترة معينة كان في احتياج لها، لازم يكون في خطة، يعني خطة ممنهجة وخطة بإحكام لتو يعني تفيز يعني لأن احنا ننتهي من هذه المعونات في وقت ما. وأنا بتصور في اليوم اللي احنا هتبقى المعونات ليست معتمدة على العلاقات، ليست معتمدة على اللي هتكون فيه علاقات مصرية أمريكية صحيحة. المعونات تشوه العلاقات، وبتصور يوم ما هنستغنى عن هذه المنظمة وطريقة محسوبة ده هيكون يمكن من الأيام الكويسة جدا بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية. شكرا. عنده أسئلة يبعتها لي على أساس أن أنا هدخلها في وسط أسئلة القضايا 7:30 ارتباطات تانية. الأسئلة اللي جات لي الآن تتسق لحد كبير مع مجموعة نقاط كتبتها. القضية الثانية والثالثة التي أود طرحها ذكرت على منصة سيادتك دور مصر الريادي بالمبادرة. نتحدث هنا عن دور مصر الريادي إقليميا في الأساس، كان ذلك نتيجة للربيع أو نتيجة لفترة الركود الماضية ومجموعة قضايا أخرى. هناك تغير في المنطقة، يتحدث البعض عن صعود دور تركيا، بعض إيجابيا وبعض سلبيا، إنما هذا الدور واضح. عن إيران أيضا إيجابيا وسلبيا، حديث عن تونس وليبيا ومدى استقرار الوضع في ليبيا على حدود الغربية لمصر. فهل يحدثنا عن رؤيتك الإقليمية للشرق الأوسط وبالتحديد دور مصر مقابل أطراف أخرى؟ شكرا. الفترة اللي فاتت تكلمنا عليها في السنوات الماضية في الحقيقة يعني التوجه اقتصر إلى حد بعيد أوروبا وأمريكا. بدون شك أوروبا أكبر شريك لنا تجاري، أمريكا مهمة تجاريا والنواحي أخرى، أما لا يمكن اختزال الدور المصري هذا التوجه إلى الشمال. طول عمر قوة مصر كانت بتيجي من توجهاتها في مناطق كثيرة جدا جنوبا وشرقا. لو نيجي نشوف يعني بحقائق، مش هنتكلم بتمنيات، واحنا بنتكلم على يعني الثورة قامت من سنة تغيير، انما نقدر نقول ان مع بداية الوزارات الجديدة بدأ نقدر نحاسب بقى تغيير ولا ما حدث تغيير. بدأ بالنظر جنوبا في الحقيقة. طول عمر أفريقيا كانت هي بعد وعمق استراتيجي لمصر. لو نظرنا في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات ما فيش حركة تحرير في أفريقيا لم يكن لها مكتب هنا في مصر. ما فيش رئيس أفريقي يعني وصل إلى الحكم بعد حركة التحرر الكبيرة إلا وكان له علاقات بمصر. ما فيش دولة في أفريقيا إلا وكان فيها خبراء مصريين ومساعدات مصرية وأعطت لها مصر. ده ما كانتش مصر بتدي كده، إنما ده كان إدراك من مصر لأهمية هذا البعد الأفريقي. للأسف هذا أهمل على وجه الخصوص في العشر سنوات الأخيرة. بدأنا نغير هذا الواقع تماما. إزاي؟ واحدة من أول زيارات لإثيوبيا. إثيوبيا لا يعلم 5 من مياه النيل بتاع
الاثيوبيه. لازم لها اولويه كبيره وصلت الى والتقينا برئيس الوزراء يعني تكلمنا على كل الامور بس كل الهواجس. خرجنا بحد المساعدين بتوعي اللي موجود معايا ده رابع اجتماع يحضره مع رئيس وزراء. اشهد مثل هذا الاجتماع في المصارعة وفي التوافق اللي وصلنا له. بعدها بفترة وزارة مصر والراجل قال في تفتح الآن صفحة جديدة في العلاقة المصرية. الراجل قال بوضوح في مؤتمر وزير الخارجية قال بوضوح في مؤتمر الصحفي أي نهر النيل لن يستهلك لتر واحد من حصة مصر في النهر. دي كلها مؤشرات جديدة. في 5 شهور أنا التقيت بوزير خارجية الخارجية 3 مرات في لقاءات مطولة ولجان مشتركة. النهاردة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا هناك منطقتين صناعيتين مصريتين موجودين في إثيوبيا. استثمارات تتعدى 2 مليار دولار في إثيوبيا. علاقات قوية جدا على المستوى التنسيق إثيوبي مصري سوداني ما يتعلق بسد النهضة وخلافه. نيجي النيل حيث النيل الجنوبي. واحدة برضو من أولى جولاتي كانت جولة في 6 دول من دول حكومة. زرت ال6 دول دول في جولة واحدة والتقينا بالمسؤولين من الحكومات إلى وزراء الخارجية إلى وزراء الدفاع. وكان هناك مصارحة وكان هناك يعني نوع من إلى عودة مصر إلى أفريقيا. كل من قابلته إحنا عاوزين مصر ترجع تاني لأفريقيا وعاوزين أفريقيا ترجع تاني. إحنا عليه النهاردة عندنا تنمية فلوسها وموضوعة ايه اللي مصر تقدر اولوية لدول حوض النيل ديت اولوية اولى انما ايضا القارة الافريقية. اللي ما كانش موجود الجزائر يعني اللي هو ان ممكن بيننا وبين اقتصادية ولا ده علاقات بدأنا ماتوا جنب بعض ان احنا ماتش كورة راتكت الى الجزائر جمهورية الجزائر لمدة 2.5 ساعة الرئيس بوتفليقة تكلم عن العلاقات المصرية تاريخها ومستقبلها وان في الجزائر في عمليات التشاور المستمر بيني وبين وزير مراد مدلسي المستمر الجزائر. ليبيا رغم ما يقال ان احنا تاخرنا في صحيح ليبيا كانت مقسومه نصين حرب المنطقه الشرقيه عندهم اللي هي المنطقه الغربيه هذه وطرابلس. احنا لنا اكثر من 1 مليون مصري يعملون في ليبيا في ذلك في طرابلس. كان أن يكون دورنا محسوب. كنا بنمر بكل العون اللي كان في إيدنا. الطاقة دخلت لهم، الإنترنت دخلت لهم، دخلت لهم من الحدود المصرية. هذا ما يعني ذكروه بنفسهم صار الثورة. فالنهارده علاقات في تعاون كل ما يمكن أن نقدمه بنقدمه القدرات وخلافه. النهاردة أنا أتحدث مع في المواقف سيكون لي 16 في 2 تشابهة
لتشارك. كثير من النيل نحن تقليديا كان لنا علاقات قوية بالهند بالقوى البازلة، هذا كله كان متوقع. الهند لما يومين الصفحة الجديدة ده كله نتكلم على الخبرة الهندية في مجال ولأمريكا ما في نفس في اوروبا هي فيها برنت زي ما بيقول مصري يجوز ما هواش الكبيرة وإلى فاعل نحن كنا أو على وقلنا مع العربية كلمة وعشرين انا وقل
تحقق إلا بالتحديد سياسي قل كيف يكون هذا في الحقيقة لم كل الأجانب بالأحزاب البرلمان بالبرلمان نفسه أحد خلاف هذا أن هناك ثوابت هناك مصلحة هذا ما المواجهة قديمة جدا يعني في قضية يعني كعامل وكيبقى نسبة اجتماعي ويجب أن ننتظر أنا الحقيقة إيران مكتب طهران
المنقضي. هيكون في شهر هنا في مصر موجود تبادل الآراء موجود. طبعا الناس بتكلم في سفارة مثلا ممكن، أو يعني الظروف مواتية يعني إذا كان في ممكن ننظر في هذا. هي زي أي زي فيها أوجه للاتفاق وأوجه. الطرف الواحد تقف في وسط تاخذ موقف نقطع الحقيقة ومستقبل العدل الدولية دلوقتي لأنه موضوع فني، إنما بقول هذا الموضوع يعني ممكن ننظر فيه في أي قصد. سايب موضوع إسرائيل عمال كان بنبتدي فيه من خلاص يقال ويتردد تغيير سياسي الخليج العربي من عمالة مصرية لتغيير ما هو موقف الحكومة أدوات الأنصليات في. طيب موضوع وبعدين ندخل على هذا موضوع ما بيمثل لنا في وزارة هي أولوية صحيح قلته بعد هي مستنيين. كان أول تصريح ما قلت لهم المصري في الخارج على قائمة أولويات المصري في الخارج، المصري في الخارج الحفاظ على حكومة. قلت لهم بالضبط إن لم تحفظ كرامته في صف مسؤولياته لن يكون له كرامة هو موجود فيه. وهذا الكلام ما قلناهوش بس جهات إلى جميع السفارات، وأي شكوى في هذا الموضوع من هو يحاسب. فدي قرآن لحقوق العمالة المصرية في مشاكل عندك في بلد فيها 1000 مصري عندك 600,000 في مشاكل لازم نفرق اللي هي بيتعرض الأجنبية عموما. مثلا يقول لك ايه مكان اجانب ايا كان هؤلاء الاجانب، انما لو فيه بالمصري لكونه مصري بالك لقواعد العمل او خرطة للعقود نتعامل معها على اعلى مستوى وبنتكلم فيها.